صباح الخير وعيد مبارك للجميع. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وإن شاء الله بأيام أحلى من هالأيام السوداء اللي عم نعيشها. ما في إلكم قديش مبسوط كون معكم اليوم، يعني عن جد كتير أوقات أهل البقاع الغربي ورشية بيعتبروا أنه متروكين، بيعتبروا حالهم أنه بعاد عن بيروت وبعاد عن مركز القرار. نحن جينا لهون كرمال تنقلكم العكس تماما. أنتوا جزء لا يتجزأ من قلبنا ومن همنا، ونحن منحبكم قد الدنيا، ونحن جايين لهون تنعبر لكم عن محبتنا وعن تضامننا معكم وعن وقوفنا إلى جنبكم بهالمرحلة الصعبة يلي عم بيمر فيها لبنان. في كتير ناس بتسأل ليش لبنان وصل لهون؟ كيف وصلنا لهون؟ ليش بعده لبنان مقسوم على بعضه؟ ليش بعده لبنان ما عم بيتطور، ما عم بيتقدم؟ لبنان وصل لهون وما عم بيتقدم، عم بيرجع لورا، لأنه بعدنا حاطين حواجز بين اللبنانيين، وبعده كل لبناني بيصوت لقابيلته، المسيحي بيصوت للمسيحي والشيعي للشيعي والسني للسني والدرزي للدرزي، وكل واحد بيصوت للقبيلة اللي بينتمي لها. مشكلة بهذا المنطق أنه إن غلطوا أو ما غلطوا، اشتغلوا صح أو لا، منصوت لهم لأنه أولاد القبيلة. ما رح نقدر نبني هذا البلد إلا ما ننظر للمسؤولين تبعنا من منظار تاني. هل هيدا الزلمة آدمي أو لا؟ بغض النظر إذا هو ابن القبيلة تبعي أو لا، ما هو ابن بلدي، هو ابن بلدي. نهار يلي منصير كلنا سوا قبيلة وحدة وعم نقيم الأشخاص على كفاءتهم وعلى انتمائهم لهيدا البلد وعلى مشروعهم السياسي وعلى قناعاتهم وعلى مبادئهم وعلى آدميتهم وعلى سلوكيتهم، ساعتها بيصير فينا نبني بلد. أنا ما بدي أنظر للبنان الثاني على أساس القبيلة اللي بينتمي لها، بدي أنظر له على أساس أنه هو مواطن لبناني، يا بيشبهني بأفكاره يا ما بيشبهني، يا عنده نفس القضية اللي أنا عندي إياها يا لا، يا بيحب نفس اللبنان اللي أنا بحبه أو لا. في كتير مسيحيين بيحبوا حزب الله ويضلوا ماسك سلاحه ويضلوا عم بيتسلط على البلد. في مسيحيين بيؤمنوا بسوريا الكبرى ما بيؤمنوا بلبنان. في مسيحيين مشاركين بالفساد. كيف بقدر اتفق انا وياهم؟ بنفس الوقت في مسلمين بيحبوا لبنان 10452، بيحبوا سيادة لبنان، بيؤمنوا بالحرية وبالتعددية وباحترام الآخر. ليش بدي اختلف أنا وياهم؟ ما هو بفكروا مثلي. والعكس صحيح، في مسيحيين بيفكروا مثلنا وفي مسلمين ما بيفكروا مثلنا، وبالتالي مش المهم شو طائفتك وشو دينك ومن أي منطقة أنت، مهم شو إيمانك بلبنان، شو بتحب لهالبلد، شو طموحك لمستقبلك، مستقبل أولادك. هل أنت آدمي أو لا؟ هل أنت صادق مع الناس أو لا؟ هل عبالك تبني بلد حضاري وتأمن فرص عمل للشباب أو لا؟ هل بتآمن باحترام الآخر وبحرية الاعتقاد بلبنان أو لا؟ هل بتآمن
اقتصاد قوي بيأمن فرص عمل للشباب يلي عاطلة عن العمل ويلي ما عم تقدر تعيش بهذا البلد، ايه او لا؟ هل انت بتأمن بحقوق المرأة بلبنان، ايه او لا؟ هل بدك تحترم الآخر، ايه او لا؟ هيدا اللي بيهمنا. مشان هيك انا جيت خصيصا لهون، لانه هيدي منطقة مختلطة بامتياز، وهيدي منطقة فيها من كل التوجهات، لانه يمكن الكلام هيدا وقتها بحكيه بالمتن الصدى تبعه بيبقى محدود، بس وقت احكيه هون بالبقعة الغربي تقول لكل اصدقاء والرفاق ولكل الاعزاء اللي موجودين هون ويلي رح يسمعونا عبر التواصل الاجتماعي، نحن لبنانيين اولا، نحن منحب هذا البلد، نحن بدنا اياه حر سيد مستقل، نحن بدنا اياه نزيه، بدنا اياه عم بينحكم من اكفاء من شباب وصبايا مثل الاصدقاء على لائحه نحو التغيير، بيحبوا لبنان، جايين يعطوا، جايين يقدموا لهذا البلد من دون تمييز، من دون تمييز. بدنا نكسر هيدي الحواجز يلي بعدها لهلا مزروعه بيناتنا. ايه قطعنا بايام صعبه بلبنان، قطعنا بحرب مدمره، انقسموا اللبنانيين وقتلوا بعضهم، لانه ما عرفنا نبني دوله. لو كان عندنا دوله قويه مأمنة المساواه وجيش قوي مانع الغريب بانه يفوت على ارضنا ويفوت بيناتنا ويخلق الشرخ بيناتنا، ما كنا صار، ما كنا وصلنا للي وصلنا له. اليوم سنة 2022 في قرار كلنا سوا بدنا ناخده، مسلمين ومسيحيين، في قرار كلنا سوا بدنا ناخده كمواطنين لبنانيين. بدنا نضلنا عايشين بالانقسام، بدنا نضلنا عايشين بهيدي الحواجز يلي هي موجودة بعقول كل مواطن لبناني، أو بدنا نكسر هيدي الحواجز وبدنا ننظر لبعضنا بطريقة مختلفة، وبدنا نتطلع لبعضنا كلبنانيين، يا منوافق مع بعضنا على نظرتنا للبنان يا منختلف. إذا اتفقنا بدنا نحط إيد بالإيد مثل ما عم نعمل اليوم براشية والبقعة الغربي، وإذا اختلفنا منروح على لوائح مختلفة ومنعبر عن اختلافنا بطريقة سلمية وديمقراطية بصناديق الاقتراع. بس حين الوقت ننظر لبعضنا بطريقة مختلفة. وأنا عم بتطلع هون أنا وفايت، وعم بتطلع فيكن، عم شوف شباب أبضيات، شباب لبنانيين كلهم حياة وكلهم إيمان، وعم بتطلع وعم بقول هول الشباب إذا بيتوحدوا مع كل الشباب يلي بيشبهوكن يلي موجودين بغير مناطق، من البترون، من طرابلس، من عكار، وصولاً للجنوب، إذا كل هالشباب بيفكوا عن حالهم كل العقد القديمة وكل الموروثات الصعبة، وطوينا صفحة وفتحنا صفحة مع المستقبل، مع بعضنا البعض، وحطينا كتف على الكتف وإيد بالإيد كرمال نبني بلد بيشبهنا، كرمال تنبني بلد سيد حر مستقل، تنبني بلد تعددي وبنفس الوقت مبني على المواطن الحقيقي، حيث كل إنسان هو مواطن كريم مكرم حاصل على حقوقه كاملة. بلد نفتخر ندافع عنه كلنا سوا تحت لواء دولتنا وجيشنا يلي منفتخر فيه، سوا نشتغل سوا ونبني سوا مستقبل بيشبهنا. هيدا البلد ما في حدا نازل منه من شجرة، ما حدا، كل مواطن لبناني بيو
جده هو كان جزء من هيدا التاريخ اللي عمره 2000 سنة. ما في حدا مكان محل. سؤال: هل اليوم سنة 2022 هل نحن كلبنانيين عنا القدرة نقول كشعب لبناني مثل ما نحكى ومثل ما نقال ب 17 تشرين 2019 بهيدي الثورة يلي وحدت اللبنانيين، يلي طلعنا كلنا كشباب رفعنا العلم اللبناني وقلنا هيدا هو انتمائنا، هل عندنا الاستعداد اليوم نقول عدونا بلبنان أو خصمنا بلبنان هو أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية؟ خصمنا بلبنان هو أي مسؤول دمر ماليتنا وأفلس بلدنا ونهب أموالنا؟ هل مستعدين اليوم نطلع نقول خصمنا هو يلي بده يمنعنا نبني مستقبل كريم لأولادنا؟ هل اليوم سنة 2022 عنا الاستعداد نطلع نقول الشعب اللبناني موحد؟ موحد عم بيجربوا يفرقوه، عم بيجربوا يشدوا العصبيات، عم بيجربوا يعملوا كل شيء كرمال تيردونا قبائل. هل رح نقبل نرجع قبائل أو بدنا نكون شعب لبناني موحد؟ هيدا هو السؤال يلي بدنا نجاوب عليه ب 15 أيار. هل نحن قبائل بيلعبوا فينا بيشدوا العصبيات تب الآخر يجمعوا شوية نواب ويقعدوا على طاولة المحاصصة ويعملوا مصالحهم ويعملوا أموال ويبيعوا سيادة الدولة، أو نحن بدنا نقولهم نحن شعب لبناني حر موجودين هون تنحسبكم وما رح نقبل تفرقونا عن بعضنا؟ هيدا هو السؤال يلي بده يضلوا عايش بالماضي الأليم يضلوا عايش، يلي بده يورث الأحقاد يضلوا عم بيورث الأحقاد. نحن عنا الجرأة نقول أنه نحن بالنسبة لنا ككتائبيين أعطينا خيرة شبابنا دفاعا عن لبنان، نحن اليوم عم نقول إذا بدنا نحمي هيدا اللبنان يلي أعطينا 6000 شهيد كرماله، إذا بدنا نحمي سيادة هيدا البلد بدنا نوحد شعبنا على قضية وحدة. لبنان 10452 كيلومتر، لبنان حضاري سيد حر مستقل، لبنان حيادي، لبنان لا مركزي، لبنان بيأمن بالإنسان المواطن يكون كريم وحر عايش بهيدا البلد بطريقة حضرية ومتطورة. أما بموضوع الانتخابات أنا بدي أسألكم سؤال: في طبقة سياسية استلمت هيدا البلد، عملت هذه التسوية المشؤومة، التسوية الرئاسية يلي منا بس تختصر بانتخاب ميشيل عون رئيس الجمهورية، إنما هي أيضا صفقة محاصصة طويلة عريضة هدفها كل واحد منهم يعمل مصلحته، عملوا مصالحهم على مدى 6-7 سنوات، تحاصصوا بين بعضهم، نسيوا أنه في 14 أزار و8 أزار، نسيوا أنه في شهداء سقطوا دفاعاً عن لبنان، نسيوا أنه في قضية الاستقلال والسيادة، نسيوا السلاح، نسيوا كل شيء وقعدوا مع بعضهم لأنه لقوا مصلحتهم أنه يقعدوا مع بعضهم ويوزعوا على بعضهم الوزارات والنيابات والمدراء والسفراء والقضاة ويحولوا الدولة اللبنانية إلى دكانة. هؤلاء وصلونا لأفلسنا، وصلونا إلى أنه اليوم مش قادرين نعيش الحياة يلي كنا معودين نعيشها، وصلونا إلى أنه اللي كان عم بيقبض 1.5 مليون ليرة كان عم بيقبض $1,000 فريش من 4 سنين، صار اللي عم بيقبض 1.5 مليون ليرة صار عم بيقبض تقريباً $60، من $1,000 لـ$60.
وصلونا إلى أنه مصريتنا بالبنك طاروا، وصلونا إلى أنه مش قادرين بقى نعيش، والتنكي بدل ما تكون 20,000 صارت 500,000. وصلونا لهون. السؤال الكبير، هل بيقدروا يوصلونا لهون من دون ما نحسبون؟ هيدا هو السؤال. هل معقول يعملوا فينا كل اللي عملوه وبصندوق الاقتراع نرجع نصوت لهم؟ هنزيتهم مجانين؟ نحن منكون مجانين. ما بيكون في عقل براسنا إذا منرجع منصوت لنفس الناس يلي وصلونا للمحل اللي وصلنا له. هل معقول نصوت للناس يلي سلموا قرار الدولة لحزب الله عبر انتخاب مرشحه إلى رئاسة الجمهورية؟ اليوم هين كتير بعد كل اللي عملوه يبيعونا حكي وشعارات وهنزيتهم بيدافعوا عن الشغلة وعكسها حسب الظروف. أنه اليوم الظروف هيك نحكي شيء، بتتغير الظروف نحكي عكس هيدا الشيء، بس المهم أنه نكذب على الناس، نكذب ونكذب 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 ونكذب. هل نحن شعب ينكذب عليه؟ بفتكر لو بمجرد أن أنتم موجودين هون يعني ما بينكذب عليكم. بس أنا اللي بدي أقلكم إياه أنه نحن بحاجة لإلكم تخوضوا المعركة بكل المنطقة وتقنعوا أصدقائكم وجيرانكم وأصحابكم، تقنعون يصوتوا صح، لأنه مستقبلنا عم بينلعب هلأ. بعرف في كتير مال عم ينكب، في كتير مصاري عم تنكب كرمال تتجرب تخضعكم. بس أنا بدي لكم شغلة كتير واضحة، قدي بدهم يدفعوا؟ مليونين؟ خمسة؟ عشرة؟ 15؟ قدي بيضاينوا؟ قدي بيضاينوا؟ خي دفعوا لنا 20، نيح؟ قدي بيضاينوا؟ جمعة؟ اثنين؟ شهر؟ شهرين؟ يا خي ثلاثة أشهر. يلي ما عم نفهمه أنه هاي الورقة اللي عم نحطها بالصندوق رح ندفع حقها 4 سنين. إذا عم بتعوضوا منها 3 أشهر، طب باقي 3 سنين و9 أشهر شو بتعملوا؟ خي أوكي دفعنا وقبضنا، حطينا المصريات بجيبتنا مش الحال، أوكي ضاينونا شهر 2-3، بعدين شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ في 3 سنين و9 أشهر بقى ندفع ثمن خيارنا وصوتنا بالصندوق، شو بنعمل ببقية الوقت؟ مشان هيك بدعيكم جميعا أنه تصوتوا صح، صوتوا ليلي ما رح يساوم على مصلحتكم. حاسبون، حاسبون على اللي عملوا فيكم وجيبوا ناس فايت تدافع عنكم. وأنا أكيد أولا انطلاقا من جيت عجال مرشحتنا بهيدي الدائرة وصولا إلى كل أعضاء اللائحة رح يكونوا واقفين بهيدا المجلس وعم بيتصدوا وعم بيدافعوا عن سيادة لبنان وعن حقوق اللبنانيين وعن أموال اللبنانيين. خلونا نكسر الآية، الكل متوقع أنه البقاء الغربة بالجيبة، أنه هيدي الدائرة بالجيبة، لأنه الناس بيبقى غربة ورشية معودة تعطي فلان رح ترجع تعطيه عن جديد. كسروا الآية، نحن منا بجيبة حدا، نحن ناس منحلل ومنحاسب. اشتغلوا صح نعطيهم صوتنا، اشتغلوا غلط منحسبهم، وبما أنه اشتغلوا كتير غلط رح نحسبهم كتير. وهيدي هي التحدي. مشان هيك أنا بدي أوجه لكم تحية إكبار وتقدير لكل واحد وحدة منكم، ونقول لكم نحن أخوتكم وهيدا البلد بدنا نبنيه سوا، نحن وياكم من دون ما نميز بين إنسان وإنسان. وأهم شيء لكم هيدا سر تركوه عندكم نرجع نحكي فيه بعدين، هيدا البلد محكوم من ناس ما عندهم قلب، ما بيحسوا ولا بيشعروا مع الناس ولا بيوجعوا مع الناس ولا بيبكوا ولا بينبسطوا ولا شيء، لأنه هؤلاء ناس نرجسيين بحبوا حالهم لدرجة أنه ما بيحبوا حدا تاني. حين الوقت
يجينا رجال دولة بيحب شعبهم، نرجع نبني هذا البلد ونوحده بالمحبة، نوحده بالعاطفة. وما أحوج هذا البلد إلى المحبة، إلى المحبة بين الناس، وإلى المحبة بين المسؤول والمسؤولين والناس. شيء اللي مش موجود يلي بدنا نرده نحن وياكم إيد بإيد، بدنا نبني هذا البلد، ومسيرتنا طويلة ورح نوصل لنتيجة نحن وياكم. المهم نطلع على قدام ونقيم الناس على أسس موضوعية، على أساس شو مشروعهم، وعلى أساس نظافة كفهم ونزاهتهم، مش على أساس شو دينهم ومن أي منطقة هن. الله يوفقكم ويكون معكم، وإن شاء الله بالانتصار ب15 أيار نحن إلى جانبكم، وإن الله راد رح نبني البلد يلي منحلم فيه. عاشت رشايا والبقاع الغربي، عاشت الكتائب ليحيى لبنان. شكرا.